لا إله إلا الله محمد رسول الله وإنا إنا لله وإنا إليه راجعون. اليوم افتقدنا رجل من رجال ديال الدولة، رجل مناضل كبير، مجاهد، من المؤسسين الحركة النقابية، قيادي بارز داخل صفوف حزب الاستقلال. الحمد لله اليوم مشى لمثواه الأخير، وهو أدى الرسالة بكل أمان وكل صدق، خلف السجل ديالو مجموعة ديال النضالات ومجموعة ديال المنجزات اللي الشغيلة ما يمكن لها إلا تفتخر بها وما يمكن لها إلا تذكروا بها، رحمه الله ونتمنوا ليه الجنة النعيم. شكرا. اليوم نودع رجلا مناضلا كبيرا، رجلا طبيعة الحال عشنا معه وعشت معه أنا شخصيا أكثر من 40 سنة، ناضلت معه وتربيت في إحضانه. طبيعة الحال فقدنا أستاذا ومناضلا وكاتبا عاما للاتحاد العام لشغل المغرب وموجها، وفقدنا من خطط ومن هيئة إضراب دجنبير 1990، هذا الإضراب الذي قفز المغرب من مرحلة إلى مرحلة. طبيعة الحال عشنا معه على صعيد المغربي وعشنا معه على الصعيد الدولي، بحيث كان من المؤسسين للعديد من المنظمات الدولية الإفريقية والعربية. كان له واحد الأفكار كبيرة وكبيرة جدا، ولعب أدوارا وكان مناضلا ومدافعا عن الشغلة. مع الأسف واش التاريخ غادي يعطينا رجل بحال هذا الرجل. المهم خلى صفحة بيضاء صافية، صفحة بيضاء صافية، الله يرحمه ويجد رحمة الله. وأحد الرجالات الذين كانوا كذلك قريبين من القواعد وقريبين من طبقات الفقيرة والمحرمة والمهمشة، نفقد كذلك رمز من رموز الحركة النقابية المغربية سيدي عبد الرزاق فيلال، والذي أسس لمجموعة من المبادئ الأساسية في الحركة النقابية المغربية، ونعتقد داخل الاتحاد العام الشغالي المغرب أننا نفقد اليوم جزء كبير جدا من تاريخ الاتحاد العام الشغالي المغرب، هذا الإرث الكبير الذي تحملته أجيال فيما بعده. نرجو الله سبحانه وتعالى على أن الأجيال القادمة تنهل من هذا التراث وهذا الزخم الكبير النضالي ديال السيد عبد الرزاق فيلال من اجل مغرب افضل، من اجل مغرب متطور، من اجل مغرب العداله الاجتماعيه. نفقد اليوم كذلك على المستوى السياسي احد رجالات حزب الاستقلال الذين ناضلوا ضمن حزب الاستقلال على الفكر التعادلي، وناضلوا كذلك حول مسائل اجتماعيه كثيره، واعتقد بان هذه الجموع الغفيره من المواطنين البسطاء اليوم بالرغم من الحجر الحاضرين اليوم هو تعبير حقيقي عن مدى تجذر سي عبد الرزاق فيلال في المغرب ككل وفي منطقته عين السبع بالخصوص. انا لله وانا راجعون، هذا قدر الله، نؤمن بان الموت حتم، ولكن نؤمن كذلك بان هناك رجال خالدون، سيبقى سي عبد الرزاق فيلال من ضمن الرجال الخالدون في التاريخ المغربي.